ألاحظ أن بعض الناس يذهب وقتهم في اللعب من الصلاة إلى الصلاة، فكيف توجهون مثل هؤلاء وقد تفوتهم الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. اللعب المحرم هذا لا يجوز، قليله ولا كثيره، وأما اللعب المباح فهذا يباح منه القليل الذي لا يسأل عن ذكر الله عز وجل ولا يسأل عن طلب الرزق، وتركه أفضل، لأن الإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يغتنم أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يفيده، ولكن لو عمل شيئا من اللعب المباح في فترات قصيرة لا تؤثر على عبادته ولا تؤثر على طلب الرزق فهذا لا بأس به، كل شيء له حدود. أما الاستغراق وعما أن يجعل الإنسان أكثر وقته في اللعب وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا لا يليق بالمسلم، وإن شغله عن أداء الصلاة فإنه محرم.